إذن كما رأينا مشاهدينا في العزائم والولائم العائلية لوجبة الإفطار ستغيب وتغيب بالتالي عن الشهر الفضيل لمة الأهل والأصحاب ويكتفي البعض بجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربما تشفي الغليل ولو افتراضيا. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا مدربة البرمجة اللغوية العصبية جيهان شنابلة مباشرة من عمان. صباح النور جيهان. يسعد صباحك عزيزتي، اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير وتصوم وتفطر على الف خير ان شاء الله. يعني وانت بالف خير. الشهر الكريم على بعد ايام وياتي ايضا ولا من جمعات عائليه، ما مدى تاثير هذا الامر الذي هو من صلب روحيه هذا الشهر؟ اثره كبير على العالم الاسلامي بعاداتنا وتقاليدنا، تعودنا انه نحن دائما نتجمع مع بعض وتكون فرصه اللمه، واغلب الشهور بنكون مشغولين عن بعض، وهالشهر تحديدا هو اللي بيجمعنا وقت الافطار على سفره واحده، مع انه هالعاده هذه شوي بطلت موجوده مع انشغال العالم باشغالها خلال الشهور الثانيه. فهي كانت هالفرصه هي، وهلا عم بتروح شوي شوي بسبب الظروف اللي موجوده، مثلها مثل أي فرص تانية بالتجمعات والاحتفالات والمهرجانات والنشاطات اللي كانت تجمعنا دائما مع بعض. طيب سيد جيهان، العم أبو ماجد وأبنائه أصبحوا يجتمعون افتراضيا، هل هذه الجمعات الافتراضية ربما تخفف قليلا من وطأة هذه الفرقة التي زرعتها ربما كورونا في وسط العائلات؟ أكيد عم بتخفف. يعني نحن كنا نفكر قبل حتى في مجالات، مش بس بالجمعات العائلية وفي كمان في جمعات التدريب، كنا نفكر إنها ممكن ما تزبط الأونلاين، ومش كتير كنا بنآمن بالتواصل الإنساني والاستشعار بالآخر أونلاين وعن طريق التكنولوجيا. ولكن هلأ عم نكتشف زي ما أنا وإنتي هلأ عم بندير هالحوار، إنه ممكن إنه نحن نتواصل ونستشعر ببعض ويكون شعور حلو بالتواجد مع بعض حتى ولو كان عن طريق الشاشة. نعم، ولكن بعض العادات والتقاليد ربما التي تعودنا عليها، بالتأكيد لكل عائلة عاداتها المختلفة، ولكن تعودنا في هذا الشهر على المشاركة والتشارك، هذه هي ربما روحانية هذا الشهر. هذه التقاليد التي تعودنا عليها كيف يمكن تعويضها ربما بأفكار أخرى لم تغطي عنها ولكن قد تعوض القليل؟ أكيد طبعاً. هلأ نحن صحيح ما عم بيزبط مثل ما كنا قبل نتواصل، ولكن هذه الفرصة بشوفها كتير قوية إنه نحن نرجع نتواصل مع ذاتنا نحن بالأول، نرجع للأصل والأساس والبدء. فنحن عم نرجع نتواصل مع ذاتنا نحن أكتر، عم نتواصل مع الخالق. هي فرصة روحية قوية نرجع نعيد حساباتنا بكتير شغلات، نزكي أنفسنا، نشوف شو اللي كان بحساباتنا بحياتنا اللي مرقت ما بيساعدنا على تطورنا الروحي نصوم عنه، وبيرجعنا للأصل من شهر رمضان أصلاً، إنه نحن بدل ما نلتهى بالعادات والتقاليد. وصحيح هي شغلة كتير عظيمة، مش عم بقول إنها تلاهي مش كويسة، بالعكس هي رائعة جداً وهي اللي كانت عم بتلمنا. ولكن هلأ لما بنرجع لحالنا وبنرجع للخالق لله وبنزكي أنفسنا في رمضان، وفرصة إنه نحن نشحن البطارية الروحية تبعنا، يمكن تصير العلاقات أقوى ما بعدها. نعم. طيب جيهان، حتى العائلات الصغيرة، ربما هناك عائلات فقدت أفراد أعزاء من بسبب كورونا، التأثر بهذا الغياب حيكون مضاعف خصوصا مع غياب لمة الأهل والأصحاب، أخبرينا عن هذه الحالة أكثر. مظبوط، صحيح كلامك. يعني نحن عن والدتي توفت من 4 شهور 5 شهور، العوض بالسلامة. رح يكون حبيبتي أشكرك، ورح يكون أول رمضان لألنا بلاها، وهذا شيء كثير قوي علينا نحن كعائله، يعني منه سهل ابدا. بس بنفس الوقت روحها موجوده في المكان، روحها معانا عم تجمعنا طول الوقت، بيعطينا ريزيلينس وبيعطينا استشعار كيف بدي اترجم الكلمه، الاسنس تبعها، جوهرها وكلماتها، بانها هي تحب الضحك، تحب اللمه الحلوه، تحب. فعم تتغير الادوار بالاسره، في حدا رح يصير عم ياخذ دور حدا، وهذا الشيء عم بصير طبيعي، ما حدا بيقدر يعبي مكان حدا ابدا. بس بنفس الوقت بنصير نحن نتعلم هاو تو ستيب اب شويه، ونتحمل كيف نتحمل ظروف جديده، مسؤوليات جديده، ومشاركه من نوع جديد، وبيقوي عنا المرونه
في التعاطي مع التغيرات المفاجئة اللي عم تفرضها علينا ظروف الحياة وخصوصا في المرحلة هاي؟ يعني تعزياتنا لك ست جيهان، بالتأكيد لن يكون سهل، ولكن كما ذكرتي أحيانا غياب أحبائنا يدفعنا أكثر للتمسك أكثر بالقيم التي ربما كانوا يزرعوها بداخلنا. وهنا سؤالي، بمن يمكن الاستعادة للتخفيف من حزن عدم اللقاء، المحافظة ولو بالدرجة الأدنى على روحية هذا الشهر الفضيل؟ كل شخص ممكن يكون بعز علينا وغالي بذكرنا بالقيم اللي موجودة عند هذا الشخص، مثل ما تفضلتي 100%. الناس القرايب لنا، يعني نحن صارت الأسرة كتير أصغر من ما كانت قبل، كانت ممتدة أكثر والتواصل فيها يكون على نطاق أكبر، ولكن هلأ وخصوصا كمان مع التكنولوجيا ممكن نصير نفطر مع الخالة، مع الخال، مع العمة، مع العم، أونلاين بتجمعات، وممكن انها تنفتح احاديث ما كانت تنفتح قبل لانها اونلاين. يعني ممكن فرصه انه نحن نرجع نفتح قصص جديده او نرجع للتراث تبعنا، وتكون فرصه انه نحن نعرف معلومات اكثر، اشياء ثريه اكثر عن تراثنا من خلال الاسره والعائله اللي ما كنا نعرف نحكي مع بعض، يمكن كونفرزيشنز رايقه بسبب انه التجمعات واولاد صغار كثير وعجقه وحركه ولمة حلوة، بس هلأ يمكن يصير التواصل لأنه بدنا نسمع بعض، يمكن تنفتح أحاديث من نوع جديد. نعم. فهي فرصة لنتعرف على جانب جديد من العلاقات ومن الحوارات اللي نحن ممكن تكون بيننا وبين بعض. نعم ست جيهان، ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي روحانية الشهر الفضيل وأهميته الروحية. هنا دعينا نتحدث عن أعمال الخير، تعودنا دائما عن الموائد الرمضانية تنتشر في كل مكان في وطننا العربي. الآن تحت هذه الجائحة التي غيرت كل شيء، الأزمة الاقتصادية والأوضاع السيئة تتفاقم وأصبحت أكبر وأكبر، هل ربما توجهنا لدعم الأسر المحتاجة أو لدعم الأعمال الخيرية في هذا الشهر أيضا يحافظ على روحانية هذا الشهر؟ أكيد 100%. وهذه فرصة كتير قوية أنه نحن نطور هالقوى الروحانية اللي عنا، لأنه أوقات كتير نحن بنفكر أنه عمل الخير ممكن يكون بس لقمة، أو بس ممكن أنه نساعد بمصاري، أو ممكن نساعد بملابس، أو ممكن نساعد، ولكن في أشياء كتير نحن بنقدر نساعد فيها جذرية أغفلنا عنها يمكن لفترة. ودورنا نحن كل شخص مسؤوليته الشخصية ودوره الشخصي في أنه يكون له جانب ودور فعال في المجتمع، بحيث أنه ممكن يكون بيثري في جانب التعليم، ممكن يكون بيثري في جانب الاقتصاد، ممكن يكون بيثري في جانب التجارة، وكيف نحن ممكن نساعد في التطوير للمجتمعات تبعنا من ناحية أكبر بكتير وأقوى وأعمق من ما كنا نشوفها قبل. لأنه يمكن أوقات المساعدات قد ما كانت بسيطة بتسكت الجانب الضمير من عنا، أنه أنا أديت دوري وزكيت أو تصدقت أو طلعت من عندي، بينما من جانب روحاني أعمق في دور أكبر من هيك، نحن كل فرد ضروري أنه هو يلعبه في المجتمع. كيف أنت بتحدث تغيير في مجتمعك؟ شو دورك لحتى تطور مجتمعك؟ وبيبدأ من تطوير الذات، وبيبدأ من تطوير المهارات اللي موجودة عنا، لحتى بلمستنا الخاصة الحلوة كل واحد ممكن يكون له دور، ممكن يكون فني، ممكن يكون اقتصادي، ممكن يكون علمي. نعم. فبجوانب كتير حلوة ممكن نحن نثري فيها عالمنا، والكل يعني بيقدر أنه يطور حاله وعالمه. يعني هي فرصة كما ذكرتي أن نعيش أجواء هذا الشهر مع أنفسنا، ربما في مراجعة وفي محاسبة، ونتساءل عن دورنا وما نضيفه من قيمة إلى هذه الحياة. مدربة البرمجة اللغوية العصبية جيهان شنابلة، شكرا جزيلا لك، رمضان كريم عليك وعلينا، وأتمنى أن يحمل هذا الشهر الكريم لك التعزية والعوض عن فقدانك. شكرا جزيلا لوجودك معنا. آمين. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم جميعا وأنت بخير وصحة وسلامة.